الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولا ليال إلهي با مهدسن مدن ووناكسن متيستي إن لقوم هذه الرالي قشو اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله له ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى بان كمانان كن أوشير أمهد علينيا الله إنا أبورتي إنا خلقي آذنا نقايا لي ودويا نقدوي ودائير إيا دوفار إيا دمير إيا دويا نقدوي وبناء آدم إنك يالي أو عقلي إيو محايا هيدا مسكح إيو قلبي إيو حواس إنو يالي إسلام ننو قدري ومسلمين نك يالي إلهي سبحانه وتعالى كمانان كن أوشير بان كمهد عليا كمهد علينا يا إنت كذب وجعلان لها إلهي إنان قماتي وكمهد عليو وما صدن دقيقي محايا هيدا كبضنبا محايا يلوو متيستي وحاد عدي مالين مالمها كمدا نم صحابة كمدا هاين ويمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكويري نبي الله هداد أغان لهايد أما أد مغلي لهايد ودلسعون لهايد حاليتو سيدان ربي جاي أو أماني عجب باد أركي لهايد وحوين بان قبطي وربي جيبان آد أو أماني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحوق جوابي كلمة كوبا ومعنى بدن هو ورنتي أني قار أهان قلبي جيغا كهري ويدي ومر كان قوبي إما دبا أما أن ميل كلمة كتيدين أيو وقت بدن وحيقا قاتا إن إلهي مهدي وحو نبي كجوابي صلوات الله وسلام عليه ميادا قرنين أما علمت ميادا قرنين صحابيو ربك إن لا أمانو سيدو أجعليه أما علمت أن ربك يحب المحامدا مركا وحوين أو آدي آد وينو وحضر كيسا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا قرآنك وحكفر فرتي ما هد ويسكما هذين يا الحمد لله رب العالمين إلا ما شن سورة ذات وقرآن ككمدة أي إله كفر فرنا يا الحمد لله رب العالمين شن سورة ذات يكبضنا الله وحو كسو قبقبين يا سورة ذها الحمد لله رب العالمين سو سردين تيد وقت بايق قادنا يسا آيادها كالبركة وقرآن كدحد غينا ترملها سنة صوبانيهنا ودقونه نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه جيسونا وحي كتوسيسا سيد إلهي وقوم هاد علين شري إن أي محي كو أستيسان تهي إلهي باتشعل إنت أسي إنت أهدان وقو قدبو ولا ليال مقعيقو عبد الرزاق عبد الله آذن عبد الرزاق جير بانكو مقع دير هاي جنرال مدعي علمدو شاقين وميدان إساق بوتيو ما أسكرين ما هاين ولكن حقابان شبه هذيه عيدن بضلنا ويسكد بالرتي مركا هالكاسان وحير حياة هيدا يا بدان صدي لكن ماشان مركا هرقيسة كسو دقا يا
wixii xiniye iyo darajaan lahaa halkaas laga soo reebay oo de mujaahid muusa jooga soo ma garanaysid oo de waatay soomaali u tiri qoori xero kuma wada heshiiso marka waxaan sitay meelahaas aan kaga soo tagay sida akhyaartii iyo culimmadii iga horeysay oo ay maxay ahayd ayay kelimadoodu ku astaysnayd shukrinta iyo mahadnaqa ayuun baan aniguna dabagelayaa waxaan ku shukrinayaa culimmada culimmadan ku hormarayaa maxaa yeelay ilaahay baa hormariyey maxaa yeelay aayadda qur-aanka oo ka hadlaysa al-umaraa culimmada islaamku waxay yidhaahdaan yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulilmri minkum ulilmrigu waxay soo geliyaan alculamaa waalumaraa weliba waxay kelmadda hordhigaan alculamaa sidaa daraaddeed intilaaqan min haadihi aaya wa min hada almacna ayaan waxaan ku hormarayaa inaan culimmada kuwa dibadda inooga yimi iyo kuwa gudaha inagu marti qaaday baan kelimad shukri ah u gudbinayaa idinna insha allahu tabaaraka wa tacaala ducada aan u dabadhigo waad ii aamiin dhahaysaan insha allah culimmadu waa dhaayihii ummadda weeye culimmadu waa hoggaankii ummadda culimmadu waa horseedkii dadka culimmadu waa dadku ilaahay dadka ka doortay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun culimmadu waa qoladii nebigii iyo suubanihii iyo udgoonihii muxamed nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam inoo dhaxashay weeye alculamaa'u warathatu alanbiyaa culimmada gudaha sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun iyo sheekh xasan cabdisalaan iyo sheekh maxamed cumar diriir iyo sheekh yaxya almis iyo sheekh xasan cali warsame iyo sheekh maxay ahaydayay culimmada oo dhan waayna marti qaadeen anigu bil ka hor baan halkan joogay oo aan diyaargareynta iyo maxay ahayda abaabulka iyo agaasinka mu'tamarkan aan u imi raggaasi sheekh mustafa baha ugu horeeye aroortii salaad subax markuu soo tukado ayuu noo imanayay hoteelka ambasador baanu deganayn habeenkii cishaha markaanu tukanaa oo weliba markaa kadib aanu sii shirro ayuu naga tegayay waxaana ogahay sheekh mustafa allaha xifdiye howlahan oo kale horay in uusan xil isaga saarin oo u horumarin oo uusan durbaan u tumin oo uusan maxay ahayd albaabada u garaacin intaan ogahay oo aan xan ku helay sheekh mustafa oo albaab dowladeed tegaya tana ugu horeysay sheekh mustafa xaaji ismaaciil allah barakeeya wuxuu inoo raacay xafiiskii wasiirka waa inala fadhiyaa sheekh khaliil waana soo waa gudageli doonaa marka wuxuu sheekh mustafa inoo qabtay ilaahay ka abaalmariyo annaga iyo idinkaba waxa uu inoo qabtay ilaahay baa og soo ma garanaysaan waa qodobka qodob waa qodobkaayo waa culimmada maxay ahayd ee gudaha culimmada dibadda inooga timi waxaan filayaa shanta qaaradood ee adduunka ayay inooga kala yimaadeen oo qaar ameerika iyo kanada inooga yimaadeen oo sheekh saciid raage iyo sheekh maxamuud dulyadayn midna ameerikuu ka yimi oo haddaba nala joogaa midna beritu inoo imanayaa waa saciid raage oo kanaduu ka soo socdaa yurub waxaa inooga yimi sheekh saciid doctor sheekh saciid faarax iyo doctor cali maxamed saalex midna norway buu ka yimi midna wuxuu inooga yimi ingiriiska iyo maxay ahayd britain annagu anoo guddi maxay ahayd ayay hogaaminayana waxaanu ka nimi nairobi iyo kenya iyo inankiisa waa xiliga ku hadlayay gruubkiisa
قولنا وحي كتمي آسيا إيو عربها أو هجامية وهذا شيخ نقارقة أو قارق طلعي القاري ابن القاري شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي إيو شيخ نور كبير إيو شيخ جمال إيو يويلكو طلعي شيخ محايا هيدا يي الله المستعان شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي إبراهيم رالي هايغا نقدان وحان هلمامي رير لاسعانو انتان ترين يرقي قدها يا وحان نين اقول لي تالي يرين نينكا بكورة دي سكتها نين وحان اقول لي تالي شيخ عبد الناصر شيخ عبد الناصر حاجي احمد وحال كافدية يا شيخ محمود حلي كان وحي نوغي مادين لاسعانا يا حقا نوغي مادين رالي غا نقدان sidoo wadaadkii yaraa iga horeeyay uu u cudur daartay anagu afrikaani baad nahay oo waa gabi dhacaynaayo wax badan waa inaga hoos baxayaan laakiin waxaanu ku fiicnahay xogaa waa deganahay oo Soomaali dadkeeda xogaa xeeraanka ku badan inagu ma badna aan culimada guud ahaan baad shukrillaahi tabaaraka wa ta'aala wa ku shukrinaya waxaan kale ku shukrinaya umarada وقيبتي لبعض أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن حكومة سومالي لان دولة سومالي لان دولة بركيسا وكو شكرنا يا بعد شكر الله تبارك وتعالى وأم دحوين ويا حي وقهرين مجاهد موسى الله بركيه تمام وحان سيجارة محايا حيدي وأنا انكالهر لهين هرتينا وقمهد علينا يا وزيرك شيخ خليل عبد الله أحمد ودي وشيخ يجي وانا وزيرك يجي وانا وذاتك يجي قوم كستو أو لوغو يرانا وانكوار عشادي دويدو ننمي حفلة دي قرآنك لغو ختمة يي بريقانو تاغن البابك لغجل يو هولك ayuu gaariga la yimi halkaas uu istaajiyay markuu soo dagay baan iri markii la ii sheegay waa wasiirkii waxaan ku iri jaalo wasiir malgu salaami kara ayre tu nahay uu yiri oo maxaa la ii salaami waayay aniguna waxaan islaadey wasiiradu dhaqamo gaar ah leeyihiin oo kuwa yagii baan halka garanayay waxay ku siiyay in loo soo gurgurto laakiin wasiir cimaamada halka isaga saaran tahay oo ayr iska lafiyoonaya oo nin walba gacanta gelinaya جعل وزير شكر الله لك الله كبركه سيدو كلا ان بروتوكول كادان وخلدنا دي لا سعود انغو يدين من نقان سيدا نحي حيد حساسيه دو تاغنت هي لما سعودنو وحان كو خجينيا ماير كدلينيردا هرغيسا او سيدا لو دورتي نين لميدا انا لو دورن oo de odaygi wacnaana uu dhalay Abdul Karim Ahmed Mooge Mayer soo dhawow waana kugu shukrinaynaa inaad nagu marti qaado magaaladaadii dadkaagii dawladaadii maxay ahayd waxa darajo lahaydna aad nagu soo dhaweysay sidoo kale de ninkii ragga ahaa oo mujaahidka aanan ka dhicin عبد الرزاق خليف أحمد قدوميها بارلمانكا وكنو إحنا حصل لها أيو وكنو إحنا حصل لها أيو دي حساب كلا صوب حيسا هل كاسا هو قد بيا وضياش الدقنكا وضياش الدقنكو وسلاميهين ودن كان وحاو كل سنة هي أمني كيسا استقرار كيسا هي دولة نمذي سبا دي وضياشا ويه وصلاة دينتا ومحي هيدا بقردا وإثمادا ومحي هيدا عقاشا إلهي هبرك أيو ما كلا قاد أيو وحانس سيقار أو مقا عابيا قراد كل مية ويلوال أو جيكتيغا إنو غيمي أو يري وإن أنقلها محي هيدا يي قماتي وينينا يانن هلمامين قنع ستدا سومالي لان قود أهان وانا شرفين او بيشي ورين تان توغي وحي محي هيدا يي نقدر تيين عنتو اي عبيتان ايو سلان وناكسن ايو محي هيدا شرف ايو ماموس با
waxaan si gaar ah u magacaabayaa walaalkay Cabdikariin Maxamed Ciid oo shirkadda maxay ahay Telesom oday uu hoggaamiye ah waxa uu ina siiyey malaha 10 Land Cruiser oo aan maanta dunida maxay Hargeysa isku barannay Hargeysa ismaanan baran lahayn wadooyinkeeda iyo xaafadaheeda iyo maxay ahaydayay wadooyinkeedaba haddaanan Land Cruiserada adeeyo yaab kale oo wada brooga ah oo maxay ahaydayay inagu taageertay shirkaddu Cabdikariin jazakallahu khayran waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa oo mahad u celinayaa labada hotel ee Mansoorka aanu hadda joogno iyo ambassador oo aanu maxay ahayday bishii hore iyo maantana degannahay labada maamul ee labada hotelba ilaahay subxaana wa tacaala cimri dheer iyo caafimaad iyo caqiido wanaagsan allaha ku dilo allaha siiyo xaajiga hotelkan Mansoor allah barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad xoogan baan ilaahay uga baryayna tamaam shacabka Somaliland waa shacab qiimo gaara inagu leh waa shacab qadarintiisa gaarka aanu hayno waa shacab maxay ahayd aanu jecelahay waa shacabkayagi waa dadkayagi dalkayagi baanu nimi waa nagu soo dhaweeyeen dadkayagii baanu ka codsanay inaanu la hadalo waa inoo ogolaadeen waa ku mahadcelinayna qadarkiinana iloobi mayno sidoo kale brotokolkii baan yara khalday walaalay igu baraarujiyey xildhibaanada intay la eg yihiinba waa ku shukrinayaa bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala igana raalli ahaada nin jamaahiirtan weliba jamaahiirtii la yaqiinaya soo hor istaagay wax badan baa ka yara baxsanaya marka raalli noqda culumaad leedihiin akhyaar baa leedihiin odayaal baa leedihiin si gaara xaajigan u salaamayaa maxay ahaydaye barkad si gaara ayaan u salaamayaa waxaana uga mahad celinayaa reer Hargeysa doorashadii xoogga lahayd ay walaalo ku doorteen waxayna ku tusaysaa shacabkani shacbun abiyun cariiq inuu yahay oo aan maxay ahaydayay aan dadka la mid ahayn ilaahay idin barakeeyo imaanshaha Hargeysa aan nimi iskama aanan imanay la socda waxaan daba joogaa hadal uu sheekh Xasan Cabdisalaan halka ka yiri oo yiri annagu cidna maanan marti qaadin cidna umaanan tegin cidna umaanan yeeran waana loo yimi bakhiltinima halkaa ina dhigtay hawsha sidaa maaha iskama aanan imanay hadda la socda waxayna keenay culummada Somaliland waa noo yimaadeen oo Afrikay noogu yimaadeen oo Nairobi bay noogu yimaadeen oo waa noo soo noqnoqdeen oo Sheekh Mustafa yimi malaha 10 jeer ku dhawaad ama 5 jeer oo Sheekh Dirir baa yimi oo Sheekh maxay ahaydayay Xasan Cali Warsame iyo bal Cali Warsame sheekhi weynaa ee dacwada ayaa noo yimi 2-3 jeer iskama aanan markii dambe aanu xishoonayo markay culimmadu nagu soo noqnoqdeen aanu maalintii dambe war rag waa kii abaal gude annana waa idiin imanaynaa iyagaa ina keenay iskama aanan imane sidaa la socda Ansaaru Sunna ee nin isfaanshay waa ri'is nuugtay Ansaaru Sunna haddaad rabtaan waa ninkaa weeye class 1 baan ooga bilaabay asagoo gaban yaraa oo intaa la eg maantana waa urduuga xataa nagu wacdiyey soo ma garanaysaan waa nin lawyer waa nin sheekha waa nin maxay ahaydaye raga oo xiniyihiisa fuulaya waa nin reer Hargeysa meel iska saaray gunaanad waxaanu idin la joognaa waa wiig iyo labo bini aadam baanu nahay oo haddaad noqonsataan si hoose wax noogu sheega sidiinii ha soo istaagin oo idaacadaho waa ninkii reer Hebel ahaayo keer iyo kaas ahaayo yaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala abshirtaayna waafajiyo culimmadii baa inoo joogta xafladani waa xaflad furitaan
waanu kala dhargeynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaanu idiin sidnaana sidii cawke uu yidhi iyo hobolladii waa beri ay odhan jirtay maxay ahayd ayay caawaad naga helaysaan maalmahan baad naga helaysaan insha allah kowdhe magacana ka garo wuxuu yidhi cawke magacaba ka garo markuu wax xayaysiin jiray buu odhan jiray magacaba ka garo dee waa ansaaru sunna weeye waa hiladii diinta waa hiladii nabiga sal allahu calayh wasalam waa wadaadadii weeye meel kale kamayan iman madaaristii iyo masaajiddii iyo diintii iyo kitaabkii iyo sunnadii bay ka yimaadeen cidday wax ku darsadeen oo idin hor imanaysana waa culummadii weeye siyaasiyiin ma nihin maxay ahayd ayay mucaarid ma nihin maxay ahayd ayay wax kale ma doonayno noogama dambeeyo dee duulaanna ma nihin rag idinka idin ka mid ah malaa meelaha ka wax ka sheegi doono war nabadoonaanu nahay nabadoono taa wax noogu qaybiya assalaamu calaykum